ايوه حرق الباب وهرب. يبقى هو فعلا اللي خطف بسنت؟ انت اول ما كلمتوني طبعا انا شكيت فيه على طول، عشان كده قلت اروح الفيلا اتاكد بنفسي. طب ازاي دخل البيت من غير ما كلنا نحس بيه؟ ده مفيش اصلا حد غريب في البيت. انا لازم ابلغ البوليس. استني يا سمر. استنى لحد ايه؟ لحد ما اقتلها؟ مفيش اب في الدنيا بيقتل بنته. لا يا حسام، ده مجنون ويقدر يعمل اي حاجه. انا لازم ابلغ. قلت لك استني، اقعدي لو سمحتي. انت ليه مش عايزه تبلغ البوليس؟ عشان مش عايز شوشره يا امي. انتوا محدش فيكم حاسس باللي انا فيه. انا لا فارق معايا سياسه ولا زف، انا عايزه بنتي ترجع لي دلوقتي حالا. واللي دخل الفيلا ده دخل ازاي ومين؟ لا لا لا، في حاجه مش مظبوطه. انا كنت سهرانه في الاوضه اللي جنبها لحد الفجر، ولما اكتشفنا غياب البنت الصبح باب الفيلا كان متربس من جوه. حسام، البوليس لازم يجي عشان يشوف اذا كان في حد دخل ولا لا. ما تسكتي بقى، ده انا ما بلغتش الحرس اللي بره. لا مش هتسكت، وانا كمان مش هسكت يا امي ارجوك. البوليس لازم يعرف اللي خدها ده ممكن يطلع بيها بره اسكندريه. يا نهار اسود، بنتي هتضيع مني ومش هلاقيها. دي كانت بتموت من خضة. اهدي بس يا صبري، ان شاء الله هنلاقيها. اهدى ايه، لو خرج بيها بره اسكندريه يبقى خلاص. الو، مساء الخير يا سعاده المحافظ، انا حسام مرتضى. اهلا يا فندم، ممكن اقابل سعادتك النهارده؟ الموضوع مهم جدا. اوكي يا فندم، الف شكر. ممكن بقى محدش يتكلم ولا يبلغ اي حد باي حاجه، وسيبوني انا بقى اتصرف. انا اللي مرضتش، قالت لي انام جنبك وقلت لها لا، كان لازم اتنيل واكلمه. ليالي، العمر بينعد بالايام، انا حاسس اني ما بدي اضيع دقيقه وانا معك. بتعرفي شو معناتها البوسه؟ معناها انه انا ملك ايديك، واللي بدك اياه بصير. اللي بدي. طب انا بدي امشي على التلج ده. لا مش لهالدرجه، اخذتي وجه. ما انت لازم تفهمني، بقالك 200 ساعة عند المحافظ بتعمل ايه؟ قلت له هيجيبوها بطريقتهم. طب ازاي وما حدش رفع البصمات ولا جه عاين؟ انت متاكد ان انت كنت عند المحافظ؟ يوه، انا مش ناقص الحقيقة. يبقى ما بلغتش، اكيد رحت له عشان كل الناس تعرف انك جيت اسكندرية عشان مشاكلهم، لكن في حاجة في بيتك لا، وطبعا رحت له المكتب عشان كل حاجة تبان عادي. صح ولا لا؟ انا غلطانة، جاوبني. جاوبك ايه؟ اقول لك ان انت السبب. مين يا هانم اللي جاب لنا الزفت ده اللي اسمه سامي وقالنا اجوزه وانتحر؟ اهي شاهد عليكي. وانت يا هانم، مش انت اللي جيتي تتحايلي عليا عشان اوافق؟ يا حسام يا ابني، خلينا في اللي احنا فيه، كل دقيقه بتمر مش في صالحنا. يا جماعه قدروا اللي انا فيه. انا لما كلمت المحافظ من هنا كنت فعلا ناوي اروح له، وكنت هجيب مدير الامن ونقلب اسكندريه لغايه ما نلاقي البنت. لكن وانا في العربيه فكرت، قلت لو عملت كده ههد الدنيا فوق دماغنا. لو سامي اتقبض عليه هيقول على كل حاجة، هيقول إن أنا كنت عارف هو فين وإن أنا كنت مخبيه في فيلا شروق. عارفة ده معناه إيه؟ طز في أي حاجة، أنا عايزة بنتي ترجع لي دلوقتي حالا. أوعى إيدي. أنت فاكرة نفسك قبلتي عليا؟ أوعى إيدي، هبلغ البوليس. يعني هبلغ البوليس؟ وأنا قلت مش هتبلغيه. هبلغه. رحمة أبويا، ما أنا ساكتة. سمر، سمر، ليه كده يا حسام؟ ليه كده يا ابني؟ ليه كده؟ انتوا مش فاهمين حاجة، انتوا مش عايزين تفهموا ولا حاجة. عايزين نعمل ايه؟ عايزين ندخل السجن؟ عايزين كل اللي عملناه يتهد؟ عايزين سيرتنا تبقى على كل لسان؟ لو عايزين كده بلغوا البوليس، تعملوا اللي انتوا عايزينه. حسام أرجوك، حسام.